صاحبي العرس راك تنجم تعمله ب 30 مليون كيما تنجم تعمله ب 5 مليون فهمتني، مش مربوطه بالفلوس. بالحق انا يعني مثلا معرس ما عرسش برشا، انا عرست واللي نجيب فيهم نصرف فيهم انا ومرتي. مرتي قاعده ما تخدمش وقاريه باك بليستر وقاريه قاعده بالدار، وعندي صغير والثاني في الثنين فهمتني. والله العظيم مش مربوطه بالفلوس، وتزوج وفقراء كيما يقولوا يغنيكم الله. ما نعرفش بالمقاطعة نتاع الزواج، ما نصورش فماش باش يقاطعوا جمله ما عرفش روسيات ولا شنو، ما نجمش نحكي معاك كثر من هكا. نسيبك شي امورهم معاك وانت بطال. وانا صارت لي راني بطال، قعدت عام ونص بطال ونسيبي يرحم والدين والديه، مش حتى بطال. امي وبابا وقفوا معايا ومعاه، مش كذب عليك، معناها وقتها البريود هذيك وقتها ولدي مازال صغير، معناها لاج دو 6 موا. هو اش عامل معاك؟ هو ربي هاني وكها خشيش. بالنسبة للهنية راني تصير مشاكل انا وياها بالرسمي، راهي تصير مشاكل نعملها ساعات فازات خايبة فهمتني، نتاع امرأة كان جات امرأة أخرى ما شني تعمل، وهي راهي يرحم والدين والديها تعدي وتصبر وتو تتصلح، ديما في فمها تو تتصلح وتو تتعدي وتو تتصلح بالرسمي. مازلنا تو متعاركين، كنا قاعدين في قهوة باش رزيتها ديما في فمها تو تتصلح وربي يهدي. ولا بالحق وبالرسمي كلمة للليجيان تو اللي طالعين اخذونا من مكلبسيات، ماك حبيتها خذها. انا تو عندي اقتراح. اي تو باش تقول لها سامحني، قول لها تو قول لها سامحني وربي يخليك ليا. تو انا معاك عشيرة عمري هذا، ولا هدي عشيرة عمري، مش انت باش تقول لي ولا قول لها خليني الكل تتفرج فيك ونسيبك يتفرجوا فيك، قول لها سامحني وربي يخليك. موشم انا اسمها، موشم اسمها، مش امور وبشيه وامور فازيات، لازمك انت تفعل، لازمك انت تفعل باش توريها لي تحب. هي علاش تسامح وعلاش تعدي؟ خاطرني تعرفني انا نحبها وحنين عليها. حتى كي ملسن انت، انا صحافي وما نجمتكش، قول لي سامحته ولا انا هانيه باش نجربوا توا، باش نجربوا تحت التجربه. هاكو في الكاميرات توا تحت التجربه توا. رجل اقعد عاقل مرايتك محلي، ولا يرحم والديك عايش خويا. ولا العظيم انا قلت لك ولا كلمه بركه كان لليكوب، انا كان تحبها يا اصدم معها على الخير يا سيب عليك. عندهم الحق، الدنيا غليت، كل شيء غلى، اي واحد كيف باش يعرس؟ الحاجه اللي تحط عليها يجيك تشعل فيها النار، ابسط حاجه تمشي باش تاخو ما نعرفش انا جايز توا جايز ولا مرا وراجل اقل بيتنوم توا بكده تخت اقل بيتنوم زونت على 3 ملايين 2 ملايين اعمل حسابك بيتنوم بيت فطور بيت سالة ما نعرفش انا الكتروميناجير اي حاجه تحط عليها يدك شعله فيها النار هي واحد كيف باش يعرس واللي ما يخدمش واللي يخدم وشهريته ضعيفه دونك عندهم الحق. بالنسبه لك انت المسيو خلينا نقولوا بالعاميه اش عامل؟ قلت لي انت على ابواب عرس وعندك مشروع نتاع عرس، اش عامل هو كيفاش عمل؟ كلها قروض توا، كلها قروض. اللي عرس توا وكان قرض، نحكي معناها وظيفه عموميه، اللي عرس وكان توا قرض واللي ما عندوش هاو تسلف من هنا وبعد العرس يرجع وديما تمشي. اما بالنسبه بالحق معناها انا قبل كنت نشوفها حاجه معناها سهله وحاجه عاديه، من بعد وقت اللي تغتصب كلك ما تحسهاش حاجه سهله، تحسها حاجه صعيبه على الاخر، تخمم في هذيك وهذيك 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 حجامه تو حجامه تو كده تخدم. اقل حجامه 3 ملايين 3 ملايين ونص 4 ملايين توصل 6 ملايين و7 ملايين. هاي غادي يدخل حجامه اي برشا تقول لك ليه وكيف باش نعمل كلها، راهي اخزر لي ليله واحده هي هكا ولا نهار واحد فرحه العمر اسم معناها اللي تقول لك ليه مانيش باش نعمل ومانيش باش نعمل من بعد تبدا كتوروش تحب تعمل. انت باش تعمل فاست 6 ملايين؟ ليه قد ايه؟ والله اعلم، في البروموسيون احنا ديما الشعب التونسي ديما اون برومو. ابري قد ايه؟ ما نعرفش، ما زلت ما نعرفش، اما تيح في البرومو تيح توصل حتى مليون و500 مليون و600 ديما هي كفان اوت ديما يعملوا لي برومو تبقى لك عام كامل اون بروفيت. قول له حضر روحك لشنو وشنو. حضر روحك المصروف. اللي عنده ينجم يتزوج واللي ما عندوش معناها زياده.
خاطر تكاليف ياسر، معناها حتى باش نقولوا احنا مثلا يلقى بني تحليل ويحب يستحسن كذا ويعمل دار وكذا، ما عادش وين باش يسكن؟ كل شيء غلا، مواد البناء غلات، حتى كي باش يكري الكرام تحت 700 ما تلقاش، برشا حاجات وماذا بيه الواحد ما يعرسش خير. علاش معرس؟ معرس لا، متزوج وعندي صغيرات والحمد لله، يا ربي ولك الحمد. أما عرس في الغفلة الحمد لله. بالحق بالنسبة ياسر كل شيء، بالنسبة للمعيشة غليت برشا والأسعار راك تشوفها، وبالنسبة للزوالي نقولوا احنا معناها اللي عنده دخل بسيط راه ما ينجم يعمل حتى شيء، اللي نجم يعرس واللي نجم يعمل دار واللي نجم يستقر. أنا مع المقاطعة في كل شيء، معناتها في المعيشة، خاطر بصراحة أنا مواطنة نعيش بالخارج، ساعة ما نعيش هنا في تونس، باغابوغ معناتها قعدت عامين ما هبطش وهبطت، معناتها شفت حاجات اللي بالحق معناتها الأسعار غالية برشا، الإنسان ما عادش خالط على حتى شيء، وتوا العرس فوالا العرس يتكلف، واحد باش يعرس معناتها توصل له 10-20 مليون، معناتها على سهرية واحدة ولا على ليلة واحدة، كل شيء غلي، كسوا بيت نوم الانسان معاش خالد، فريجيدير اقل حاجه، فريجيدير غساله غاز، لي مويان نيسيسير اللي الانسان يستعملهم غاليين. انا بصراحه مع المقاطعه للانخفاض الاسعار، معناتها كي تيح الاسواق من الانسان ينجم يوصل يعمل حاجه، فهمت؟ وتولي خطا بالحق، برشا شباب عازفين على الزواج، معناتها على العرس، اباغ انه المراه ما عادش تقبل براجل وما عادش ترضى بذاك، غلاء المعيشه خلى شبابنا كلها تحرق، شبابنا تخلي البلاد وتمشي تهج على بالحق، معناتها يرخصوا شويه، خلي العباد تعرس، خلي العباد تخدم، خلي العباد تعيش كما الناس الكل. انا مع المقاطعه، قطعت شراء المستلزمات اللي المستلزمه للزواج، كل سوا مثلا تبدا من بيت النوم، تبدا من بيت الصاله، تبدا بقيه الاثاث الكلي هو غالي، كيف مصاريف الزواج الاخرى، مثلا كل سوا انسان مش يعمل صاله ولا مش يجيب عواده ولا مش يجيب كل ما هو من مستلزمات نتاع الزواج، كل شيء غلاء. برشا شباب عزف على، سواء البنات او الذكور الاولاد، عزف على الزواج نظرا لارتفاع التكاليف هذه. لكن كان جاء فما راسخ ومبدا سان برانسيب يقول لك تزوجوا فقراء يغنيكم الله، وبعد بشوي بشوي تون راهو الناس تنجم تعرس، لكن العصر تبدل، المونتاليتي تبدلت، ماذا ماش زوز يعرسوا لك من غير بيت نوم، ماذا ماش زوز يعرسوا لك من غير الاثاث، اقل شيء الضروريات، ثم ضروريات تلقاهم في الدار من الاول كي تعرس. ما هيك علاش معناتها ثم يلزم مقاطعة الأسعار، وكيف نورما كان من الواجب على الناس هذية اللي عندها أصحاب المؤسسات اللي تبيع معناتها الأثاث هذايا، ولا اللي تسهر على كما الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة، ينجم يحث أصحاب المؤسسات هذية باش يحدوا من التكاليف شوية ويهبطوا من الأسعار، يخفضوا منها، وبذلك تكون ثم ديناميكيه اقتصاديه خير من ما ثماش اقبال على المستلزمات هذه. لا، انا اول واحد نشجع اوتوماتيكمون، ما دام اقل عرس يتكلف 30-40 مليون، دونك قاطع مقاطع. انا الاول الطفله اللي تعرفها تو واش تعمل ايه بين ناس سمعنا لبعضنا على الخير، قلها دير اي ربي سمعنا لبعضنا على الخير. غالي على الاخر الاسعار، واحد مثلا يعرس يعمل فرق، خاطر نحن في تونس مش العرس راه مش حاجه فخره، راه العرس ثم عباد خويا تقول لك انا اجيب مثلا شاب صالية، واحد يقول لك فاتح البصلي، يحبوا اكل الفن والمواضيع. نحن خويا ما ثم عباد ما تقدرش على الامور هذيك، يقول لك انا خويا نعمل عرس عادي، نسيبوا يقولوا له ليه، نحكوا لوجيك صح، قولوا لي جيب الذهب زوز انواع تاع ذهب، منيش يجيبوا الزوالي في تونس صح، بالرسمي نحكوا، واحد عندي ولد حومتي قالت له جيب زوز انواع تاع ذهب، واحد ابيض واحد اصفر، منين؟ بالرسمي والله. او مثلا انا خويا كي مش نعرف منيش نجيبها، ما زوز انواع تاع ذهب ولا غيري ولا واحد اخر، منيش يجيب الذهب، ومنيش حتى مش نقولوا نهار الحنة نتاعو المواضيع هذيك خويا، بالرسمي تونس غالية على الاخر ما فيهاش. الغالية غالية زيادة،
يبقى معاه 3 سنين وبعد خويا يمشوا دارهم يعطوه، شنو مصيره هذاك؟ برشا خويا عملوا قطه كاكا يا معلق 3 سنين وبعد بعد فنترت بيه العروس، مش مش يعمل موضوع ماهوش عاد يجم برشا. نحنا هم كاكا دخلت صعب، مشى يخطب وكملك وكذا، بعد خويا مشت على روحها العروس عرس. اذا انت مثلا مقدره نتاعك معناها ما تجوزش الطلب نتاعها، ما توصلش للطلب نتاعها، هي انت مثلا قادر باش تعرس باللي كتب من ربي، انا عارفش انا باللي كتب من ربي خاتم فرده وتعمل عرس على روحك وعرس فاميليال، معناها علاش نعمل فيهم انا الكل هذا من الكل باش نعرس، فهمتني؟ وزيد توا الاكثريه الانثى ما عادش تشرت على اللي حاجتها بيه ولا على رجلها، ولا الام والبو هما اللي يولوا يدخلوا في رواحهم في حكايات خاطيتهم اصلا، خاطر انت امها ولا ابوها تحبي تضمني صحيح على مستقبل البنت، مي مش شكل زيدي تخنقي انت مولا بيتها نهار اخر، كيفاش باش تولي حياتها من بعد؟ انا نعرس بالكمبيالات من بعد زعما الشهر الاول والشهرين الاولانيين تعدوا سافا، هي من بعد كيفاش كملهم يعني؟ خلص وكريدي وكمبيالات ومصروف ومسؤوليه، فهمتني؟ هذه مثلا حاجه اللي تخلي الشباب يبعد على فكرة الزواج، ولا توا عرفت شنو هو ماذا بيه حتى كي يخطب طفلة يعدي معها الوقت باش يشوف كيفاش هي اسكو قابلة بالنظام المعيشي نتاعها ومتاعه ولا لا. بالنسبة للزواج بالنسبة للشباب أنا مانيش معاهم، علاش؟ تزوجوا فقراء يغنيكم الله، ينجموا معناتها يكون تراضي ما بين الطرفين العيالات وهما يتنازلوا شوية وهو معناتها يوفر شوية، ينجموا يزوجوا بالقليل مش لازم بالكثير باش تستمر الحياة. لازم كيما نقولوا نحن طلبات الشروط نتاع العيالات معناتها مع بعضها، العيالات نتاع المرأة ولا حاجة لازمها ما تتشرطش برشا، يتشرطوش برشا باللي معناتها بالمستوى حاجة متوسطة باش ينجموا يوفروا الحياة، باش نوقفوا الزواج ما تجيش، لازم كيما نقولوا احنا يتعاونوا العيالات.